هنبدا دلوقتي نتكلم على الفلو سنسورز. الفلو سنسورز لها تكنيكس كتير الحقيقه، في كذا طريقه علشان نقدر نعمل بيها فلو سنسنج. فاول طريقه هي بنسميها نيومو تاكوجراف. الفكره بتاعتها في منتهى البساطه، يعني لو عرفنا او تذكرنا الانالوجي بتوين الالكتريكال والميكانيكال كوانتيتيز، لما يكون عندي فيه فلو والفلو دوت بيبقى فيه ريزيستنس، له ريزيستنس معينه، بيبقى بيسيكلي بنتكلم على الفلو دوت اللي هو اف بيساوي فرق البريشر على الريزيستنس بتاعت اللي هي الانبوب دوت. لما بتكلم على الالكتريكال انالوجي بتاعها، هو عباره عن عندي الالكتريكال ريزيستنس وفي عندي الفولتج بيبقى مقابل للبريشر، والريزيستنس زي ما هي بالظبط، والكرنت هو مقابل للفلو. فبالتالي لو احنا عاوزين دلوقتي نقيس الفلو، نقيس الكرنت، ممكن في منتهى البساطه يبقى عندي بيسكلي عندي يعني الريزيستنس دي تبقى معروفه، واقيس البريشر دروب او اقيس الفولتج دروب، وعن طريق الفرق بين او مقسوم الاثنين على بعض، فرق البريشر دروب، فرق البريشر او الفولتج دروب دوت بقيسه، وعندي الريزيستنس دي معروفه، فبقدر ان انا احسب الكارنت. نفس الكلام اقدر اعمله بالظبط بالنسبه للفلو. لو انا قست فرق البريشر بين نقطتين وعندي الريزيستنس معروفه، بقدر ان انا احسب الفلو بتاعي بيساوي كام. طبعا الايكويشن دي زي ما احنا بنتكلم على الاومز لو، هنا موجود. هنا عندنا حاجه اسمها البوازوي ايكويشن او البوازوي لو فور فلويدز، هو بالظبط الايكويفالنت للاومز لو بالنسبه للالكتريك سيركتس. فالسنسورز في النيومو تاكوجراف عباره عن حاجه بالشكل ده كده، بيبقى في عندي هنا بحط داخل الباث بتاع الفلو نفسه، بحط حاجه يعني بعض الستراكشرز اللي جوه كده بحيث انها تعمل لي ريزيستنس. والريزيستنس دي ببقى انا عارفها وبتبقى معروفه بالنسبه للستراكشر بتاع السنسور دوت، وبالتالي لو انا قست فرق البريشر، بقيس هنا الديفرنشال بريشر بقى باستعمال ترانسديوسر زي اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، نقدر ان احنا نعرف فرق البريشر اللي بين النقطتين دول. بمعلوميه فرق البريشر والريزيستنس بقدر ان احسب الفلو بيساوي كام. فالحقيقه بيبقى في عندنا سنسور بنفس الشكل ده كده، ده سنسور موجود وده ميديكال جريد سنسور، ده بيستعمل في الريسبيريشن عموما، يعني في الابلكيشن بتاعت الميديكال ميكانيكال فنتليتورز، والحقيقه يعني فيها خواص كتير حقيقه ممتازه جدا. فبيسكلي بقدر ان انا بيها اقدر اقيس الفلو بطريقه دقيقه جدا، وبيبقى حقيقه برضو طريقه القياس دي بتسمح ان انا اقدر اقيس الفلو بريسبونس تايم بيبقى قليل جدا. فالفكره هنا في النيومو تاكوجراف كملخص، هي بنعمل سنسنج التشينج ان بريشر اكروس فيكسد ريزيستنس ثرو ويتش ذا جاس فلو از لامينر، يعني الفلو هنا بيبقى ماشي بطريقه لامينر. فبالتالي لو انا عرفت الفرق البريشر وعارف الريزيستنس، يعني بقيس فرق البريشر ده بيبقى ميجرد، والريزيستنس ببقى عارفها نتيجه للاستراكشر بتاع السنسور، فبقدر اقيس من خلال كده بقدر اقيس الفلو بطريقه مباشره. فهي بالظبط نفس الطريقه، هي اكني بقيس الكرنت ثرو ا ريزيستنس، وده الحقيقه يعني واحده من الطرق اللي احنا ممكن يعني كانالوجي كده ممكن ان احنا نفكر فيها. وطبعا زي برضو الحاله بتاعت الريزيستنس، الاوبريشن بتاع السنسور ده بيبقى باي دايركشنال. باي دايركشنال معناها ان انا لو الفلو ماشي في الاتجاه ده او ماشي في عكس الاتجاه، بيقدر يقيس نفس الفلو من غير اي مشكله خالص. طبعا لو احنا فكرنا في الريزيستنس انالوجي، مش هتفرق معانا لو انا دلوقتي الكرنت ماشي في الاتجاه ده او ماشي في عكس الاتجاه، عن طريق الفولتج دروب بقدر اديتكت الفرق دوت اذا كان الكرنت ماشي في اتجاه يمين ولا اتجاه شمال، وبالتالي بقدر اقيس الفلو في بوث دايركشنز. فالحقيقه سنسور زي كده الحقيقه ممكن نستعمله عشان نقدر نقيس بيه الانسبيراتوري فلو، ونقدر نقيس بيه الاكسبيراتوري فلو عشان نقدر نتحكم في الفنتيليشن مود اللي احنا بنشغل بيه الجهاز.